بس هاي السنة المعروف غلاء فاحش يعني مو مثل هاك السنة. هاي السنة يعني هاك السنة كنا نبيع هاي المعروك نبيعها بعشر ليرات، ايه هاي السنة اليوم حقها 30 ليرة. وسبب الغلاء انه تصريف فرق العملة، والمواد الأساسية كلها غلت بسبب الحرب في أوكرانيا. بس غلى البضاعة وغلى المواد، يعني اليوم العالم ما تتقبل هالشيء. هذيك السنة كان كيس بخمس ليرات، هاي السنة بعشرة، يعني مغلينه مو بايدينا، يعني غلى السكر وغلى التصريف. والله يفرج على البلاد وعلى العباد احسن شيء.